ضمن أجواء من التكافل الاجتماعي والإنساني تستمر حملة رمضان تشارك بالخير في حمص، والتي تنوعت بين تقديم الدعم النقدي وتوزيع الوجبات الغذائية للصائمين وتوزيع السلل الغذائية بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص. بالعشر الأخير من رمضان احنا مستمرين بالجولات على المطابخ الجماعية المشاركة بحملة تشارك بالخير. بيطلع منسق الجمعيات مع عضو مجلس إدارة من الجمعية اللي بيتم زيارتها، بالإضافة لمنسق من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وعضو مكتب المحافظة التنفيذي. بنشرف على آلية طبخ الوجبات على مطابقتها للمعايير. مثل ما بتعرفي حضرتك، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حددت معيار انه تكون الوجبة كافية لخمسة اشخاص كحد ادنى وتحوي المواد الاساسية. الوجبات بنشوف مطابقتها للمعايير عن آلية التوزيع، بالاضافة لمشاركة البيانات بين الجمعيات وفق قاعدة البيانات الموحدة اللي تمت. هلا اليوم بعد ما انهينا الاسبوع الثالث من رمضان، نحن كان في الاسبوع الماضي 3000 وجبة افطار صائم، 3500 سلة غذائية، 22 مليون المبالغ النقدية الموزعة باليد، بالإضافة إلى 600 وجبة موزعة هي مواد متفرقة. الجمعية الخيرية الإسلامية تقوم ضمن حملة تشارك بالخير بتوزيع سلل غذائية وإعداد وجبات الإفطار في مطبخ الجمعية لتلبية الاحتياجات وتخفيف الأعباء عن الأسر المتعففة. الأنشطة هي تتركز أكثر شيء في توزيع سلات رمضانية، بالإضافة في عنا مطبخ الخير أنتم في موجودين هلأ، في أهلا وسهلا فيكم، وبتم فيها تجهيز وجبات إفطار صائم وتوزيع على عدة عوائل محتاجة في أحياء حمص. الوجبات بشكل رئيسي عم تكون عندنا هي الكبة الحمصية، هي أكلة تراثية مثل ما بتعرفوا حضرتكم اللي تشتهر في مدينة حمص، بالإضافة للفريكي أو منسف الكبسي هو الرز مع الدجاج. تمام. تهدف الحملة للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين لتقديم المساعدة للفئات المستهدفة. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من مطبخ الجمعية الخيرية الإسلامية في حمص.